نكمل مع العلاجات. قبل أن نطلق عملية الإضافة، أريدك أنه تتجع على الكلاس تريتمنت وتغير لي هذه الميثود إلى اللي هي كانت لود، تغيرها لود تريتس، تمام؟ لأن احنا راح نحتاج أكثر من عملية لود خلال هذا الكلاس، فعملية التنظيف يعني، تغير لي هذا يعني الكومنتس إلى لود داتا فور تريتمنت، وهنا نتغيرها إلى نفس الاسم حتى يستقبلها، تمام؟ داخل الفيو كود. الآن خلينا نتجه على الداتابيس داخل الستور بروسيجر. خلينا نفتح الداتابيس، هذه هي الداتابيس، ثم بعد ذلك أضيف ستور بروسيجر جديد خاص في عملية الإضافة، فراح أقول له SP ستور بروسيجر insert thread. ما هي البارامترات اللي احنا نحتاجها؟ نحتاج إلى one parameter نسميه thread name، والنوع الخاص فيه هو nvarchar، سايز هو 50 مطابق للجدول معلومات الجدول. ثم بعد ذلك اعمل query insert، فهكذا insert into tb tb threads. ما هي values؟ راح اقول له اوكي values مالتي هي هذه، اخذ هذا copy اضعه paste، هذه هي values، اخذ هذا كوبي بالداخل الحافظة، اعمل ابديت على الداتابيس واتأكد منه هو يعطيني 6 حتى اضمن عملية اضافة الستور بروسيجر. اوكي الان خلينا نتجه على الكلاس هذا وابدي بالاسفل، ابدي اضيف تعليق اقول هذا عبارة عن insert treatments data treatments، تمام؟ احتاج الى اجراء وليس ميثود، فراح اقول له public void اسمي insert thread، ثم بعد ذلك راح يستقبل لي بارامتر واحد، هذا البارامتر هو عبارة عن thread name. اوكي الان أعلن عن SQL parameter بنفس الطريقة السابقة، أسميها PR وأستنسخها أي من SQL parameter، وأعطي السايز الخاص فيها هو 1 إن هو parameter 1، تمام. خلينا أضيف لها هذه المصفوفة، أضيف لها، هنالك عدة طرق، هذه الطريقة أفضل وأسهل. فراح أقول لها 0 يعني الإندكس الأول هي new new I think yes a new SQL parameter. لاحظ الآن أنا يمكن نستقبل عندك يعني تعطي string parameter name اللي هو المخزون داخل store procedure، ثم بعد ذلك object value، object value اللي هي طبعا المخزون داخل store procedure هو احنا ايش سميناه هذا، فأخذ copy ثم بعد ذلك أرجع هنا أقول هذا هو. أما بالنسبة للobject، الobject هو هذا هو الأوبجكت، تمام. الآن بصورة مباشرة حقل لي أوكي عندي دي أي أل، أفتح الاتصال لأن هذا عندنا إكسكيوت، فراح أقول له دوت أوبن كون أوبن، أفتح الاتصال ثم بعد ذلك أنفذ، أقول له أوكي عندي دي أي أل دوت إكسكيوت، أنفذ إكسكيوت، ومن بعد ذلك أمرر الستور بروسيجر. الستور بروسيجر هو عبارة عن هذا هو الستور بروسيجر، ثم بعد ذلك أبدأ أمرر له البارامتر SQL بارامتر وأغلق الاتصال. قبل أغلق طبعا خلينا أرجع على Data Access Layer، داخل Data Access Layer هذا لفتح الاتصال وهذا لغلق الاتصال، خلينا هذا ناخذ كوبي نضع هنا وأغير فقط هذه، أغيرها إلى close حتى يكون العمل منظم، تمام. الآن نرجع عليه ونغلق الاتصال، فراح أقول له dial dot close count close. okay just this. الآن انتهينا من عملية store procedure. الآن خلينا نرجع على الفرم control، نعطي اسم لهذا الأوبجكت، نعطي اسم txt thread،
او تي اس تي انسيرت تريد انتر، وخلينا اخذ كوبي مبدئيا، ادخل داخل عملية الاضافة، ثم بعد ذلك راح اقول اوكي ايش عندي دي اي ال دوت هي بزنس لاير، عفوا بزنس لاير تريتمنت دوت ايش دوت انسيرت، ثم بعد ذلك امرر له ايش امرر له هذا الى دوت تكست، التكست اللي هو موجود طبعا فقط هذا، وانقل هنا تمت العملية، تمت عملية الاضافة بنجاح. حتى نضمن عملية تنفيذ الكود بدون اخطاء، نتعلم دائما نضع تراي، نضع هذا الكود تراي تو رن، فبكل الاحوال يعني هو ذا كان صحيح ما في اي مشاكل، ثم بعد ذلك اعمل كات واعمل اكسبشن نسمي اي اكس، ثم بعد ذلك اقول هذا الاكسبشن دوت مسج اعطيني المسج الخاصة فيه، طبعا مسج از ذا ميثود. اوكي اوكي واي دوت دوت ايش دوت مسج يس دوت مسج دوت جيتس ذا مسج. اوكي مسج بوك نعرضها، مسج بوكس ذا شو هو get the message، غير احنا نعمل get the message or message box dot show ex dot message حتى نعرض المسج، يعني احنا خو ما نقول له ex dot message اعطيني الخطأ ثم بعد ذلك ما نعرض اي شيء. هنا أنا طبعا راح مبدئيا راح اقول هنا انا عندي message box dot show، ومثلا اقول هنا تمت عملية الإضافة بنجاح. أوكي الآن خلينا نعمل ستارت حتى نشاهد النتائج، إذا في خطأ نرجع راجع الكود ونصحح. اوكي خلينا نقول هنا مثلا تيست 1، ثم بعد ذلك احنا ضفنا داخل الاضافة اضافة. اوكي عندنا خطأ، الخطأ وين؟ accepted the parameters thread name which is not supplied، يعني البارامتر نيم هو not supplied، عندنا خطأ. الخطأ هو في عملية الاتصال ما بين الستور بروسيجر، اوكي ما بين الستور بروسيجر وما بين الداتا اكسس لاير، فخلينا نرجع على هذا، خلينا ناخذ هذا الاسم هو هذا هو الستور هذا هو الستور بروسيجر، وهذا اسم البارامتر مثل ما تلاحظ، هذا اسم البارامتر. لو ترجع لي على ستور بروسيجر مالتنا اعمل ريفرش على الداتا بيس، ثم بعد ذلك افتح الستور بروسيجر، لاحظ الان الخطأ هو كان ما بين ستور بروسيجر وما بين الداتا اكسس لاير، يعني داخل الكلاس بزنس لاير، فافتح لي اياه وتأكد من هذا الاسم، ناخذ كوبي مثل ما هو موجود، طبعا عندنا خطأ فيه، ونرجع هنا ونضع بيست. اوكي ثم نسيف، الان نعمل ستارت. فاحنا وظيفة التراي حتى نعمل كاتش بالنسبة للاكسبشن وبالنسبة للايرور. اوكي لحظة، الان خلينا نضع تيست 1، ثم ذلك اضافة، تمت عملية الاضافة بنجاح. اوكي اجانا هنا نعمل تيست 2 إضافة، تمت عملية الإضافة بنجاح. أوكي تمت الإضافة، إذن إلى هنا عملية الإضافة تجري بالعملية الصحيحة وبدون أي أخطاء.